الحكومات الاستعمارية. إن الحكومات الاستعمارية التي عاشت أجيالاً تحت سيادة الأمة المسلمة وهي تقتات الحقد وتعض على النواجذ ثم تعاونت لضرها وشل ثقتها بنفسها، تضحي اليوم بكل غال ونفيس لإضعاف الأمة المسلمة وتكذيب كل ما ينبض في عضلاتها من ثقة بالنفس وتعقيم مواهبها ومؤهلاتها وسرقة طاقاتها ومنابع ثرواتها حتى لا تستجد لها ثقة بالنفس ولا تنبع لها إرادة وكفاءة فتستعيد سيادتها وتسيطر على القيادة العالمية من جديد، فتعود الأمم المستعمرة ذيولاً وإمعات لا تستطيع امتصاص دماء الشعوب وثرواتها وكسب سيادة العالم وولائه، ونتيجة لذلك تكون مأساة الثقة بالنفس لدى الأمة المسلمة مأساة مزمنة بعيدة الجذور.